أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. 40 معرض ثقافي أطلقها أتليه العرب الثقافي، منها معارض فردية ومعارض جماعية في إطار خطته للعام الثقافي 2017-2018. وعلى هامش هذه المعارض أيضا تم إقامة أمسيات شعرية وثقافية، وتم ترشيح جائزة الشاعر العربي الكبير محمد عفيفي مطر، وتم الإعلان عن جوائزها وشارك فيها نخبة كبيرة من المثقفين والشعراء. للحديث بشكل مفصل حول نشاط أتليه العرب وخطته الثقافية وأهمية وأبرز هذه المعارض اللي تم إطلاقها، يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الأستاذ هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتليه العرب للثقافة والفنون. أهلا بحضرتك. أهلا بك، صباح الخير. احنا قبل ما نبتدي مع حضرتك الحوار بشكل مفصل حول هذه المعارض، معنا تقرير متعلق بمعرض الفنان مصطفى الفقي، ثم نعود مشاهدينا نفتح الحوار بشكل مفصل حول هذه المعارض وأبرز هذه المعارض وأهميتها. دكتور مصطفى الفقي، استاذ متفرغ بكليه الفنون الجميله. انا اتخرجت من كليه الفنون الجميله سنه 64. طبعا جهد مستمر لا ينقطع من 64 الى الان، ودايما في حماس وفي نشاط. من خلال هذه الفتره انتجت هذه الاعمال، ده جزء منها، لان برضه كنت أخذت من كل فترة من فترات أعمالي جزء منها، وحاولت إن أنا أظهره بشكل واضح في هذا المعرض. أنا عشت بداية حياتي في الإسكندرية، وبعد كده انتقلت للقاهرة. انتقلت وأنا في الابتدائية تقريبا. عشت في حي السيدة زينب، حي لا يعلى عليه، وكنت بعايش الموالد والأحياء الشعبية. هي دي هتلاقيها في شغلي كله، متأثر بالجو الشعبي وجو البيئة المصرية. أعتبر مصري من النخاع في الأعمال وفي التعبير وفي كل حاجة، معجون ببيئة المصرية، وده أسعد حاجة جوايا. أنا الوحيد في الفنانين في العالم الإسلامي كله اللي سجل مناسك الحج، رمي الجمرات، الصفا والمروة، الطواف، غار حراء. أول مرة أشوف في الحرم، وأول مرة أروح المدينة المنورة. معرفش، إدتني إيحاء إن البلد دي فيها حاجة، فيها حس معين لازم أخد بالي منه. كانت أول لحظة أتقابل فيها في المدينة المنورة. الغرب سبقنا، ومش معنى أنه سبقنا إن أنا أقلله. استفاد حتى من اي من استاذي اللي سبقني، بستفاد منه، انما ما قلدوش. فانا بتمنى فنانين كتير قوي بيقلدوا الغرب تقليد اعمى. احنا شرقيين، مش ان انت يبقى شغلك كله يعني. استفاد من المدارس الحديثه، واستفاد من العلم، واستفاد من رؤيتك، واستفاد من المتاحف اللي انت زرتها بره، استفاد من كله. انما في النهاية انت تبقى مصري، ما تبقاش مقلد، انما تبقى على مستوى عالمي، لانك شفت المدارس كلها وشفت الرؤية كلها. ارجو
من الفنانين انه هو يبقى برضه يهتم بالبيئة المصرية ويعبر عنها تعبير كويس جدا وبحداثة وبالاستفادة اللي انت استفدته من اوروبا. تشكيلي للفنان مصطفى الفقي بين الذاكرة والحلم. بسنت أكرم، النيل. تقرير مميز للفنان الكبير مصطفى الفقي، تحدث فيه عن نشأته وبداياته أشهر وأبرز أعماله من خلال هذا المعرض الخاص به واللي بيأتي ضمن عشرات المعارض الأخرى اللي بينظمها أتليه العرب للفنون والثقافة خلال الفترة من عام 2017 والعام القادم إن شاء الله 2018. معرض مصطفى الفقي كان المعرض الثالث ضمن هذه المعارض وهذه التشكيلة اللي أتليه العرب للثقافة والفنون بينوي تنظيمها واستكمالها. نجدد الترحيب بالأستاذ هشام أندير رئيس مجلس إدارة أتليه العرب للثقافة والفنون. أهلا أهلا. في البداية كلمنا عن هذه المعارض، جت فكرتهم إزاي وإزاي هتستمروا إن شاء الله في تنظيمهم؟ هم 40 معرض تقريبا. 40 معرض. احنا الحقيقة ده الموسم الثاني اللي احنا بنعمله، أقمنا الموسم الأول، ده الموسم الثاني. كيفية إقامة هذه المعارض، إن كان في لجنة استشارية في الأتليه العرب للثقافة والفنون مكونة من كبار التشكيليين المصريين زي الدكتور أحمد نوار وزي الدكتور صلاح المليجي والدكتور أيمن السمري والفنان طارق الكومي. طبعا اجتمعنا عشان نعمل خطة جيدة يعني تساهم في دفع الحركة التشكيلية المصرية إلى الأمام. فاختيرت المعارض بعناية شديدة جدا بحيث إنها تجمع بين الفنانين الكبار والفنانين الشباب، أصحاب الخبرات من الفنانين الكبار والفنانين الشباب، أيضا معارض في الرسم والتصوير ومعارض في النحت والخزف، بحيث تكون الخطة أيضا الورش الفنية بحيث تكون الخطة متنوعة والعروض متنوعة بحيث لا يمل المشاهد. ابتدينا الخطة طبعا كان معرض مهم جدا بمعرض لرواد فن الزجاج المصري، الدكتور عايدة عبد الكريم والدكتور زكريا الخناني والأستاذة ماهي عبد الكريم، ومعرض خاص للدكتور عبد السلام رضا عبد السلام. بعد هذا المعرض مباشرة عملنا معرض لفنان الجدريات المصري الكبير الدكتور عبد السلام عيد، وطبعا عبد السلام عيد جدرياته منتشرة في مدينة الأسكندرية. صحيح. تكاد تكون يعني مليئة بجدريات عبد السلام عيد. وأيضا معرض للدكتور محمد الناصر وهو برضك من الفنانين والنقاد في صحيفة الأهرام. ثم أقمنا هذا المعرض، المعرض الاستعادي للدكتور مصطفى الفقي، ومعنى يعني كلمة استعادي إن يعني بيشمل جميع مراحل التي مر بها الفنان مصطفى الفقي. بالضبط، وده اللي شفناه. بالضبط، بيقول إن بدأ من 64 لحد النهاردة، بس كان فيه كلمة قال أنا الوحيد اللي سجلت المدينة ملامح من مكة والمدينة المنورة. لا، هو لم يسجل. الذي يسجل هو الكاميرا، هو استلهم. استلهم من روح المكان، استلهم من روح المدينة المنورة ومكة، وعبر عنها يعني بشكل بارع جدا جدا وبتقنية عالية جدا جدا، وعايش هذا المكان بحيث انك تشعري ان الفنان ده مولود في المدينة المنورة او مولود في مكة المكرمة. بعد هذا المعرض ستقام المعارض يعني بشكل متتابع حسب خطة موضوعة بدقة شديدة جدا وبتواريخ محددة. احنا بقى بعد المعرض احنا عاملين ورشة لكبار التشكيليين المصريين عن موضوعها وسط البلد، وسط البلد في القاهرة، القاهرة القديمة وسط البلد. الفنانين هيعبروا طبعا عن وسط منطقة وسط البلد بالعمران بتاعها، بالجمال بتاعها، بالتراث بتاعها، كل حسب رؤيته. كل لوحات جديدة، كل حسب رؤيته. بالظبط، كل حسب رؤيته. طبعا زي ما حضرتك بتقولي ان احنا يعني بنرفض المدرسية، ان احنا مش بنعملها بشكل مدرسي او كده، لا، بشكل روحاني. يعني حتى لو انت رجعت للورا هتلاقي مثلا أهم لوحات اللي رسمها أدهم ولي كانت عن النوبة.
انه راح للنوبه ورسم بالزبط. عن النوبه فهنا ما كانش بيرسم بشكل مدرسي، ولكن وسط البلد جوه وجدان الفنان المصري فهتطلع بشكل تلقائي وبشكل طبيعي. الورشه دي مشارك فيها مجموعه من الفنانين الكبار زي جورج بهجوري وصلاح المليجي واحمد نبيل سليمان وايمن السمري وطارق الكومي. طب فين هيكون فين مقر اقامه هذه في المكان المعارض. في الاتيليه العرب. الحمد لله احنا عندنا مساحه الاتيليه تسمح باقامه العروض الفنيه بشكل موسع وباقامه الورش ايضا لان نفس كما اشرت لحضرتك ان ورشه الشاعر محمد عفيف في مطر اقيمت في نفس مقر الاتيلي. في نفس المكان ستقام هذه الورشه الفنيه بمشاركه نخبه من الفنانين التشكيليين المصريين، وسيكون هناك فنانين عرب ايضا من السعوديه والكويت. ممكن الجمهور او محبي الفن التشكيلي ان هم يحضروا هذه بالضبط. طبعا مفتوحه تماما للحضور ويشوف الفنانين وهي بترسم على الهواء مباشره، يعني بترسم قدامهم على الطبيعه. وانتاج هذه الورشه هنعمل به معرض تشكيلي لانتاج الورشه كما فعلنا في ورشه محمد عفيف في مطر. سيقام معرض تشكيلي مصاحب لمعرض كبير للفنان المصري عصمت داوستاشي. هيكون له معرض برضك استعادي كبير هو وزوجته الدكتوره فاطمه نعم. مدكور نعم. وهندشن كتابين مهمين جدا جدا، كتابين كبار برعايه مؤسسه الزاهديه، كتاب خاص عن الناقد والفنان العربي الكبير عز الدين نجيب نعم. ثم كتاب اخر عن الفنان الكبير عصمت داوستاشي اللي هو الأعمال الكاملة لعصمت داوستاشي. ودي أول مرة تقريبا يعني تحدث في مصر. احنا بنشوف الأعمال الكاملة مثلا في الدواوين الشعرية في كذا، ولكن تجربة الفنان كلها سترصد من بداياته إلى الآن في كتاب واحد، الأعمال الكاملة لعصمت داوستاشي. طيب عايزين نتكلم برضو عن مهرجان الشباب العربي الثاني. تمام. تم إطلاقه برضو من قبل أتيلي العربي في ممتاز. مهرجان الشباب الحقيقة ده رقم 2 بنعمله وهو مختلف عن العام الماضي. احنا التيمة بتاعته المرة دي شخصية مصر. شخصية مصر طبعا جات الفكرة من السيدة السعودية نادية الزهير اللي رأت ان الفنانين المصريين او الشباب تحديدا متجهين اكثر نحو التغريب او بعيد عن الهويه المصريه. فطبعا الدكتور ياسر مونجي اللي هو الكوميسير عام المعرض عمل الكونسيبت بتاع المهرجان، وهو عباره عن شخصيه مصر. طبعا كل ما يعني تذكرنا كلمه شخصيه مصر بيرجع الى الاذهان كتاب العظيم جمال حمدان اللي هو شخصيه مصر. الفنانين الشباب تحت 35 سنه كل الاعمال هتكون مصريه حتى النخاع، وزي ما الدكتور مصطفى الفقي بيقول انا مصري حتى النخاع. نفسنا المصري الفنانين المصريين فعلا يكون هو مصري وهويته مصريه، ما يكونش هويه اوروبيه او هويه غربيه أو يعني يجري وراء مثلا حاجات موجات وفدة من الخارج زي الأعمال المفاهيمية اللي هي الغريبة عن المجتمع والبعيدة كل البعد عن قاع المجتمع. المهرجان ده سعادتك احنا عملنا الجوائز فيه، عملنا جوائز رصدنا جوائز 300,000 جنيه جوائز، في جائزة 100,000 جنيه الجائزة الأولى مقدمة من مؤسسة الزاهدية و200,000 جوائز أخرى، تقريبا هيكون عدد الجوائز 10 فنانين. نعم. بيتقدم الفنانين من الآن بأعمالهم عن طريق صور أولا، وبعد كده بأن احنا بنفرز الصور لأن العدد بيبقى كبير جدا جدا جدا، وبعدين نطلب الأعمال الأصلية ويتم التحكيم على الأعمال الأصلية بواسطة لجنة لضمان الحيادية. أن احنا طبعا اللجنة ستكون عربية مصرية عربية يعني في مش المصريين بس اللي بيحكموا، مش مقتصر على مصر. رئيس اللجنة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق، وبتضم برضك نخبة من الفنانين والنقاد. بذكر مثلا من السعودية في عبد الرحمن السليمان، وفي فنان القطري يوسف أحمد، وفي فنانين مصريين، وكوميسير العام المعرض الدكتور ياسر مونجي، والمهرجان برئاسة الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار. تمام. ده هيكون ان شاء الله يتم اقامته فين او لا؟ ان شاء الله ده بيكون انت يعني جيتي على نهايه الموسم، ده في نهايه الموسم هيكون في شهر مايو، ولكن التقديم من الان ولمده شهرين طبعا لخروج المهرجان بالشكل المشرف. احنا اعلنا عن المهرجان تقريبا من سنه على اساس الفنانين يعني
يبتدوا يشتغلوا ويرسموا ويتنافسوا بشكل جيد جدا بحيث يقدموا شكل جيد. طب هذا العامل الفني المليء بالعروض الفنيه الراقيه والانشطه ايضا الثقافيه والفنيه استاذ هشام، الى اي مدى يمكن ان يساهم في رفع الوعي الثقافي لدى جموع الشعب المصري؟ يعني ما تكونش الفئه المستهدفه فقط هي فئه المثقفين، ولكن احنا عايزين نرفع الوعي الثقافي للشعب ككل، فئات وطبقات مختلفه ربما تكون بعيده عن المشهد الثقافي المصري، ولكن بالتاكيد الثقافه هي القوه الناعمه للمجتمع، هي اللي بتساهم في نقل المجتمع من حاله الى اخرى، في تبني افكار راقيه ومتطوره الى حد كبير. هو سؤال وجيه طبعا، يعني هو طبعا احنا بنعاني من مشكله الفن التشكيلي، فن غير جماهيري، يعني معروف انه لا هو زي سينما ولا زي مسرح ولا يعني في فجوه ما بين المبدع والمتلقي، فجوه كبيره كمان في المجتمع. احنا بنحاول ان احنا يعني نسد هذه الفجوه ما بين ما بين الفن والجمهور. ازاي؟ ان احنا طبعا احنا انتشار قاعات العرض في مصر دلوقتي، في قاعات اكثر من قاعه عرض داخل، اتمنى ان تكون في قاعات عرض كمان في المحافظات اكثر. ايه اللي يمنع مثلا محافظه زي المنوفيه ولا الغربيه يكون فيها قاعات عرض ويكون فيها عروض وتفعل هذه العروض، او حتى تنقل المعارض الكبيره مثلا؟ بافتراض احنا عملنا المعرض العام في داخل قصر الفنون، ايه اللي يمنع ان ينقل المعرض العام ويتنقل في المحافظات، بحيث يتيح الفرصه لاكبر قدر من الجمهور لمشاهده الاعمال. الذائقه البصريه بتنمو، يعني حضرتك سعادتك انا عندي تجربه في جده بحكم ان انا مدير اتيليه جده، كان اللي هو المحافظ جده في هذا الحين الدكتور محمد سعيد فارسي، عمل مجسمات في كل ميادين جد، مجسمات لكبار التشكيليين المصريين والعرب والسعوديين، بحيث تتحول جدة كأنها متحف مفتوح. فدي بتربي ذائقة بصرية، ان يجي واحد بيشوف قدامه تمثال او بيشوف قدامه منحوتة بيتربى على الجمال. احنا للأسف يعني مصر اللي هي مليئة بالنحاتين والفنانين العمالقة جدا جدا قليل. مجسم نهضة مصر المختار، في مجسم لجمال السجيني، في يعني نادر جدا جدا. شايف ان الموضوع محتاج اهتمام اعلامي؟ طبعا اهتمام اعلامي واهتمام برضك من جانب المؤسسة الرسمية الدولة. حتى الفنانين الكبار ممكن يتبرعوا حتى بمجسماتهم بحيث تعرض في كل ميادين مصر والمحافظات. أي ميدان يوضع فيه تمثال ومجسم متحف جمالي، ده طبعا هيساهم في رفع الذائقة البصرية لدى الجمهور المصري بشكل عام. طيب الختام أستاذ هشام أعتقد هيكون بخمسة معارض بعنوان مرآة الأسلاف تقريبا، عايزين نتكلم أكتر عنها والهدف أو المقصود من جداً. العنوان والمعارض جداً. هتكون بتشتمل عليه. طيب. طبعا احنا مرآة الاسلاف دي كان في كتاب برضك للشاعر العربي الكبير محمد عفيف مطرس مشروق في مرآة الاسلاف. احنا اخذنا المسمى من الاسلاف اللي هم السابقين اللي هم كان لهم تجارب عظيمه جدا جدا، واحنا بنكرمهم وان احنا بنحتفي بيهم وان احنا مش ناسينهم. زي الدكتور مثلا كمال الجويلي، ده كان واحد من كبار النقاد والفنانين المصريين اللي اسرى المكتبة المصرية والحركة المصرية النقدية بمقالات، وكتب عن معظم الفنانين، سننظم له معرضا. أيضا الدكتور الراحل سيد عبد الرسول من الفنانين العظماء اللي أثروا في فنانين مصريين كتير جدا في المشهد المصري، ومنهم الفنان عمر النجدي وكثيرين جدا جدا، وهو سنقدم له أعمال خزفية وأعمال نحتية لأنه صاحب تجربة كبيرة. هناك ايضا فنان من طنطا، وبالمناسبه واحنا بنبحث عن الفنانين، يعني من ضمن اهداف الاتيليه البحث عن الفنانين المجهولين او الفنانين غير المعروفين، لان مصر مليئه بفنانين كبار جدا جدا. صحيح. وزي ما حضرتك بتقولي الاعلام لم يلقي الضوء عليهم بشكل كويس. مصطفى مشعل ده فنان هايل جدا من مدينه طنطا، وخريج كليه فنون جميله مع دفعه الدكتور احمد نوار. برضك سننظم معرضا خاصا لاعماله، وكذلك الفنان الكبير شاكر المعداوي، يعتبر واحد من اهم الذين رسموا بالألوان المائية في مصر. طيب عايز أتكلم عن نقطة مهمة حضرتك أثرتها، وهي اهتمامكم بالشباب كمان. يعني تمام. يعني أنتوا بتحاولوا أن يكون في نوع من أنواع التواصل ما بين الأجيال، الخبرة الكبيرة لفنانين عظماء وأسماء كبيرة في السابق، وبرضو جيل الشباب الحالي. إزاي ممكن تحققوا هدفكم ده؟ عبر أي آليات أو وسائل؟ طبعا احنا لازم يعني من كل اهتماماتنا لازم ان احنا
يكون في اهتمام خاص بالفنانين الشباب جدا واكتشاف الموهبة مبكرا. الفنانين الشباب هيصبحوا كبار ما بعد، بالذات ان احنا بنهتم اكتر بالرسم والتصوير. اتجاه الفنانين الشباب في المراحل الاخيره، انا قلت اتجهوا للاتجاهات ما بعد الحداثه والاتجاهات المفاهيميه، لا احنا في معرضهم ده بنعلي من قيمه الرسم وقيمه التصوير، ان هم يرجعوا تاني يرسموا ويرجعوا تاني ونشوف اكاديميات. كان برجع برضك لحوار الدكتور مصطفى، ان الجيل الستينيات الجيل العظيم ده نفسنا يعني نرجع شويه. احنا بنسمي الجيل الستينات ده الجيل الذهبي في الحركه الثقافيه المصريه بشكل عام، سواء كان في الشعر سواء كان في الادب. وشايف ان دور مصر طبعا يعني بيقل، يعني اذا رجعت من الستينيات بصراحه هتلاقي مرحله السبعينيات، احنا بنرجع لورا بنرجع لورا. احنا عايزين بقى نقف ونطلع لقدام بالشباب، ومصر مليئه بالشباب. والجميل ان حتى معظم الفنانين الشباب جايين من الجنوب جايين من الصعيد. احنا بننقب ونبحث في المواهب الشابة الجادة التي تدفع بالامام للحركة التشكيلية المصرية. طيب على هامش هذه المعارض استاذ هشام، هيتم اقامة ايضا امسيات شعرية وثقافية. نعم. عايزين نتكلم عن هذه الامسيات والمشاركين فيها. ممتاز جدا. احنا بالفعل احنا بنقيم امسيات يعني بين الحين والاخر. قريبا ويمكن في نهاية شهر نوفمبر سندشن كتاب كبير عن الشاعر العربي محمد عفيف مطر. الكتاب للناقد شاكر عبد الحميد، دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري. وهو أفضل من كتب عن عفيف مطر. سيتم تدشين هذا الكتاب الشعري عن محمد عفيف مطر، وسيصاحبه أمسية شعرية للفنانين الشباب الفائزين بجائزة محمد عفيف مطر. وكان طبعا الجائزة كانت جائزة عربية، بدليل ان جميل جدا ان كان شاعر يمني يفوز بالجائزة الكبرى لجائزة محمد عفيف مطر. وطبعا هناك ثلاث شعراء مصريين وهناك شاعرة وشاعر مغربي، سنقيم لهم أمسية شعرية بحضور الناقد والشاعر محمد حربي والشاعر محمد عيد إبراهيم والشاعر جمال القصاص. طبعا هيساهموا في هذه الأمسية الشعرية المصاحبة لتدشين كتاب الدكتور شاكر عبد الحميد. وإحنا بشكل متتالي سنقيم هذه الأمسيات. إحنا عملنا عن محمد عفيف مطر قراءة بصرية، ربطنا بين الشعر والفن التشكيلي لأشعار عفيف مطر. قريبا هنعمل قراءة بصرية لأشعار أمل دنقل وأشعار صلاح عبد الصبور وأشعار بدر شاكر السياب ونازك الملائكة بشكل متتابع. كل هذه الأشياء طبعا أول حاجة بتقرب الفنان التشكيلي من الجوانب الأخرى من الإبداع أو في مقدمتها الشعر، وبرضك بتجيب لنا الجمهور، بيجي طبقة يعني جديدة من الجمهور بيجوا يسمعوا الشعر وبيشوفوا الفن التشكيلي في نفس الوقت في آن واحد. طب جميل أستاذ هشام، أخيرا أتليه العرب للثقافة والفنون إزاي ممكن بيتواصل مع الشعراء والفنانين عبر الوطن العربي ككل؟ تمام. احنا طبعا احنا يعني مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، بس احنا يعني عندنا لجنة زي ما اشرت، لجنة استشارية من الفنانين الكبار. كان رؤساء قطاع الفنون التشكيلية السابقين، يعني من حظ الجميل ان يكون عندنا الدكتور احمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور صلاح المليجي طبعا. وكان سابقا الله يرحمه الدكتور محسن شعلان، ونقيب التشكيلين المصريين الدكتور حمدة بالمعاطي. هذه اللجان استشارية طبعا بتكون همزة وصل بين المؤسسة أتليه العرب والخارج كده. وكون ان انا طبعا انا كنت يعني كنت مدير أتليه جدة وما زلت لمدة مثلا 30 سنة، انا متواصل اكثر مع الحركة التشكيلية السعودية والحركة الثقافية بشكل عام العربية سواء في السعودية او في الوطن العربي. وانا مؤمن طبعا ان احنا حتى زي ما اطلقنا الاسم ان قلنا أتليه العرب للثقافة والفنون، إن مصر دي هي أم العرب وهي العروبة وهي كذا، ومصر دايما هي اللي بتحوي كل الفنانين العرب في كل المجالات مختلف المجالات. أكيد إن شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتليه العرب للثقافة والفنون، شكرا جزيلا. شكرا ست معفر. وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، وأخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد تأتيكم بعد الفاصل مع بسنت خطاب.